نخب من تجمع المعوقين في العراق يجتمعون لكي يوصلوا صرختهم وصوتهم المدوي باتجاه أن هناك مظلومية وإجحاف كبير حصل عليهم منذ سنوات طويلة، وأن الأوان أن يزال هذا الإهمال والتهميش. وبمناسبة أنه هناك تشكيل لكابينة وزارية جديدة برئاسة الأستاذ مصطفى الكاظمي، نتمنى له التوفيق، لكن هذا التوفيق مقرون بتوفيقه بإنصاف حقوقنا وعدم تهميشها وعدم إقصائها وعدم التعاطي والتعامل معها وفق المنظور الرعائي. أشخاص ذوي الإعاقة يكون هناك تمثيل في تشكيلة الكابينة الوزارية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا ليس بأقل من استحقاقاتهم. مثل ما تعرفون احنا اليوم أعدادنا كبيرة، واحنا الآن احنا كأشخاص صم ما حد دي يوصل لنا الأفكار اللي تصير داخل قبة البرلمان. بياننا هو أن يكون أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة يمثلنا في الحكومة القادمة. احنا سبق وأن طالبنا بكوتا لنساء ذوات الإعاقة، ولفترات طويلة بدينا نطالب بمطالبنا بس بدون تنفيذ مع الأسف. الطلب المشروع اللي احنا حاليا يعني نريده من الحكومة هو كوتا لنساء ذوات الإعاقة. احنا كذوي إعاقة اللي يزيد عددنا على اكثر من 4 مليون شخص من ذوي الإعاقة، ونطالب الحكومة ان يكون لنا صوت احنا كذوي إعاقة من مختلف الإعاقات الحركية السمعية البصرية كل الإعاقات. احنا ما لنا تمثيل بالحكومة، وجميع الحكومات السابقة كانت تتجاهل وجودنا وحضورنا رغم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها الحكومة، لانه لا ماكو استجابة من الحكومة التنفيذية. احنا ما جايين نستعطي من احد، ولا جايين نريد رواتب او نريد غذائية ونريد مساعدات من احد. احنا جايين نطلب حقنا، احنا جايين نطلب كابينة وزارية ان تخصنا، تخص ذوي الإعاقة. احنا 4 ملايين معاق،